شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. كلنا منحب ناكل تبولة بس منعطى الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكند تبولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعه، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى الجزر. بتقطع على شقف صغيرة من دون أي مجهود، بأصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تبولة مكفورة لمدة 2 سنين وفيكن تحصل عليها ب $32 بس. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلات بول هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. شو أورجانايزر هالشبه الخزانة يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو أورجانايزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزي وبنفس الوقت منها تقيلة بالحمل. شو أورجانايزر بتساعد 12 جوز أحذية مقصمة مثل ما شايفين لكزيات مرتبة، وإلا غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا أنه نختار الشوز يلي بدنا. يسا مناسب كتير 55x60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب. ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكل، فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانايزر حد بعضهم $26 بتحصلوا عليها. والعرض هلأ كل ما تشتروا 2 شو أورجانايزر بتحصلوا على التالتة مجانا. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55. من زمان طناجر الضغط بيسهلوا لنا حياتنا وبيطبخوا بسرعه، وهدول الطناجر اهين واسرع للطبخ. هيدا السيت مؤلف من طنجرتين، وحده 9 لتر والثانيه 6 لتر، وفينا نستعملهم اثنيناتهم كطناجر ضغط او كطناجر عاديه، لانه بيجي معهم غطا للضغط وغطا للاستعمال العادي. ومثل ما شايفين فيكن تبدلون وتستعملون. مصنوعين من ستانلس ستيل 10x18 ومسكاتهم باكيليت، يعني ما بيحموا ابدا. هالبريشر كوكر مكفولين وبيريحوا البال، فيكن تحصلوا عليهم الاثنين ب $139 بس، وبيطلع معهم هالهديه عصاره على الكهرباء. ما بقى نعصر بايدينا ونتعذب. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. قد ايه منتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، واوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع ايربلو ما بقى نعطي الهم لانه بتناسب كل الناس. فيها 65 مليون مايكروبيتس، بس نحط راسنا عليها هي بتتاقلم على الوضعيه يلي اخذناها ويلي بتناسبنا، وبتحافظ على وضعيه جالسه للعمود الفقري من الرقبه لاسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا ايربلو. مغلفه بقماش بيتنفس لنوم منعشه وصحيه اكثر. وهالمخده لانها مش قاسيه بتمنع تجاعيد الوجه انه يتطوروا ويزيدوا، كما انه بتساعدنا على عدم الشخير لانه وضعيتنا بتكون سليمه كل الليل. فيكن تحصلوا على ايربلو ب $26 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55. ايكوماتيك هالمكنسة يلي حجمها صغير تنقدر نتنقل فيها بريحة ومفعولها كبير بقوة 2200 واط، يعني بتسحب وبتشفط كل شيء. مزودة بأبا فلتر للناس يلي معهم ربو أو ضيق بالنفس، وخاصة إذا كان عنا أولاد صغار. وفيها كمان كربون فلتر يلي بيحمي الموتور من الغبرة وتسرب الهواء من الزوايا ومفاصل المكنة. الأكسسوار بيجي إيرو ستاندرد، وفرشيتها فينا نستعملها للبلاط والباركي بس نطلع الفرشاية لبرا، وللسجاد بس نفوت الفرشاية لجوا. فيها تلسكوبيك تيوب يتطلع
بيتطول وبيتأثر مثل ما بدنا وحسب ريحتنا، ومزودة بأكسسوار للبرادة والفوتيات ولزوايا الألومنيوم، وبيجي معها كيس قماش. قوة هالمكنة قادرة تسحب هالطابة البولينج الثقيلة، وقادرة تسحبها بأخف قوة بالمكنة، وقد ما نهز فيها ما بتوقع الطابة إلا ما نط فيها نهائياً. إيكوماتيك متوفرة بلونين، الأزرق والبردو، ومكفولة لمدة سنتين، وبتحصلوا عليها ب $100 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بسلر على 01-44-55-55. مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة، إن كان بعادتنا الغلط بالمكتب أو إذا بحكم شغلنا عن نسويق على وقت طويل أو بأي عمل متعب منعمله بحياتنا اليومية. رويال باشر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقة كتير مريحة لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لأنه منه سميك وما ببين. ولكل شخص عنده ديسك أو تكلس ما قاله غنى عن رويال باشر، بسعر $28 بس واصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. رويال باشر كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة. ما لكم إلا تتصلوا ببسالر على 01-44-55-55. لكن الناس يلي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، الصبار ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب $45 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببسالر على 01-44-55-55. هول كانوا الأيتمز، إن شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بسالر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايماً على MTV.